معي من عمان عاصم الربابع مدير مكتب عدالة لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني هل ممكن الحديث عن رمزية لهذا اليوم بهذا الوقت الذي يشهده العالم العربي تحديدا؟ شعار هذا العام مساواة، الحرية، الحياة الكريمة، وفي المقابل طبعا هو هذا شعار، يعني هكذا نقول عنه، وفي المقابل الكل يقول بأنه هذه مجرد شعارات. سيدتي طبعا يعني هذه الذكرى يعني اولا بدنا نستذكر الظروف التي ولد فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولد بعد اللي هي الحربين العالميه الاولى والثانيه، يعني وكان هناك هاجس اممي بانه يتم تكريس حمايه حقوق الانسان بعد ما تعرضت له البشريه من قتل وتدمير وخراب على المستوى العالمي. إذا ما نظرنا يعني ما بين عام 1948 وعام 2017 لمرور 70 عام سنجد أن هناك الكثير من الإنجازات التي تراكمت على صعيد تعزيز حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي. نجد أن هذا الإعلان كان أساس لمجموعة لطائفة واسعة من اتفاقيات حقوق الإنسان، على رأسها كان العهدين الدوليين خاصين بحقوق الإنسان، أيضا التطور الهام اللي حدث في القرن الأخير اللي هو المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. طبعا إذا ما نظرنا إلى العالم العربي الذي نعيش فيه، ننظر يعني إلى اليمن، إلى العراق، إلى ما حدث في فلسطين، ما يحدث في فلسطين مؤخرا، نجد أن يعني بمعنى أن عالمنا العربي تغمره شعور بغياب الحرية، شعور باللا مساواة من 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 مختلف الدول. مش شعور، هو واقع. طبعا هناك واقع، طبعا هناك أيضا تضييقات على حرية الرأي والتعبير، هناك معتقلين سياسيين، هناك ضحايا يمارس عليهم تنتهك حقوقهم ويمارس عليهم التعذيب. إذا ما نظرنا إلى الصورة في عالمنا نجدها صورة قد تبدو قاتمة، ولكن بالرغم من قتامة الصورة لكن هناك أيضا يعني العديد من الإنجازات التي دائما أنا أطلع إلى بعض الصور الإيجابية. هناك تم تطوير مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان على في مؤسسات كثيرة، منظمات عديدة، ولكن ما الذي يمكن أن نشهده أكثر من الذي نشهده اليوم فيما يتعلق بغياب أي بغياب حقوق الإنسان وأي متابع لها؟ نشهد الناس تقتل وتعذب وتذبح وتغتصب، بس بالمقابل يعني بالرغم من هذه الحالة القاتمة، الصورة القاتمة، لكن هناك أيضا يعني شعور عام ورغبة ومطالبات من الجماهير من الشعوب العربية ومن المنظمات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وهو هذا الأمر لم يكن يعني موجود في السنوات السابقة. تطورت لأن هناك في آليات وطنية وآليات دولية تلاحق مرتكبي الجرائم الخطيرة التي يعني سواء نتحدث عن جرائم الحرب، سواء نتحدث عن العمليات الإرهابية، هناك يعني تطور على صعيد السياسات والمؤسسات، وهذا من شأنه إذا ما طبق يعني على مستوى العالم العربي أنه يشعر المواطن العربي أن هناك بعض الجهات العربية التي تحاول انصاف هذا الشخص. ايضا يعني بالرغم من نسميه قتامه الصوره، لكن ايضا اصبح لدينا مثلا في ميثاق عربي لحقوق الانسان اصبح لدينا مشروع محكمه عربيه ننتظر لحقوق الانسان، وهي ايضا من شانها ان تلاحق مرتكبي الجرائم الخطيره في انتهاكات حقوق الانسان على مستوى العالم العربي. بالرغم من قتامه الصوره لكن هناك لدينا امل بان يتم تعزيز المؤسسات التي تهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أيضا هناك يتم يعني محاسبة ومراجعة دورية كنسميه أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، يعني في جنيف نتحدث في أرواق جامعة الدول العربية، وهذا كل ما من شأنه أن يساهم على تطوير السياسات والممارسات على المستوى الوطني. بالرغم من قتامة الصورة لكن أيضا هناك بعض الإنجازات التي يمكن الحديث عنها والتي يمكن البناء عليها من أجل تعزيز وحماية حقوق المواطن في عالمنا العربي. أنا أشكرك من عمان عاصم الربابعة مدير مكتب عدالة لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.